أنا توقعت يخطر ببالك هيك إشي، بس ما بتستفيد شيء لأنه موضوعك صعب كثير. لو مسؤولي هاي ما كان حدا عجز. ليش؟ فين هلا أنا أتلفه وأعمل بدل ضائع، بهالحالة رح يضطروا يحطوا الزوجة الثانية بخانة الزوجة الأولى. ولك يا أستاذ بالحالة هاي بيرجع اسم زوجتك السابقة على البدل الضائع، يعني ما بيقدر يغير شيء. لا إله إلا الله، شو الشغلة حزيرة؟ ولك يا عمي لا حزيرة ولا شيء. زوجتك السابقة جيت نفوسها على خانتك، حتى لو كنت مطلقة في طريقة واحدة بتستفاد فيها، بيجي أبوها ولي أمرها أو هي بتقدم طلب جيت نفوس بيمشي الحال. مشكور. مالك تدبر معك هيك أو هيك. ولك يا عمي شو هيك ولا هيك، والله خوفتني. يعني مثل اجى واحد غريب بده يغير لك قيد نفوسك، تقبل انت يعني؟ يا عمي شو هالقصة هاي؟ يعني خلها على سجلك، على خانتك، شو هالمشكلة؟ وش مكبرها؟ شو هي هيلاري كلينتون؟ لا لا أكيد مو هيلاري كلينتون، بس الحقيقة أنا مضطر، لازم شيل اسمها عن الدفتر. إيه لا عاد روح لعندها وقول لها تجي لعنا على الدائرة وتقدم طلب نقل النفوس، بيمشي الحال. طيب طيب، شكرا. حسبي الله ونعم الوكيل. والله خوفتني يا جماعة، خوفتني يا جماعة. رح آخذ هدول الثلاثة. قولي لا هي ما عجبتني. راحتك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا أهلين. بدنا شيء ثاني؟ لا شكرا هدول بكفوا. 60,000. شو ما رح تعملنا سكرها؟ يعني ياخذين من عندك بهذيك الحسبة؟ شفت عينك يا أستاذ، يعني ضاعت من الخبر أول والساعة محدودة. تفضل. شكرا شكرا. هلا بدو نعطي 2000 رجال أهلا وسهلا. شكرا. بعدين حبيبتي. إيه عماد شو صار معك؟ كيف بشو ولو؟ قلت لي من اول امبارح بدك تعمل دفتر جديد. ايه ما بعرف ما بعرف، حاسه بدني عم ينسلق وجسمي عم يحكني كل ما تخيلت اسمي وين وكيف ومع مين معطوط. لك يا حبيبتي الدنيا اول شهر، يعني ما معقول اترك المحل وانزل اتنطط من النفوس مشان شغلي ممكن تتاجل شهرين ثلاثه بدون ما نخسر شيء. لك راح اطلع واحد جديد طبعا. رهف رهف اسمعيني، عم اقول لك مثلا ممكن تطلع بعد 3 شهور، مو معناتها رح اجلها 3 شهور. ايه وحياة عيونك، وحياة عيونك ما بتشوفي اسمك غير مثل ما بدك. ماشي باي. معلم مشان جوكيت الشاموة بصوفيان قطع كبيرة غير وحدة وطلب عليها كتير، حرام؟ هلا قيمني من جوكيت الشاموة اللي تتذكر محل لما؟ مين لما؟ لما طريقتي ما غيرها. ايه ايه بتذكرها مني. طيب تروح بكرة لعندها وبتقلها. روح قل له بتقلك لما يا عيب الشوم عليك، عن جد شي بخجل، يعني بده خدمة بسيطة ومو مستاهلة ما بيعرف يجي بذات نفسه بعتك لإلك؟
عفوا انا ما عم قلل من قيمتك، بس روح قل له اذا نسيت انه ضلينا سنتين كاملين متجوزين هاد مو يعني تنسى الخبز والملح. والله ما بعرف، يعني لو اثنين بالسجن او بالشغل قضوا مع بعض شهر واحد بس بيستحوا يعملوا هيك. قل له يجي لهون بشخصه الكريم لاعرف شو هي الشغله البسيطه اللي بده اياها، واوعى يفكر انه انا بدي اياه يجي لانه جاي على بالي يشوفه. بس عن جد عيب. تيسر. هي هيك قالت لك؟ ايه والله يا معلم. وما عرفت شو بدي منها؟ ما تركت لي مجال، أول ما عم أحكي إنك بتسلم عليها وبدك منها خدمة، قاطعتني وبلشت حكي. روح. يا منين اجتني هالشغلة؟